أقدم نظام الحكم في البحرين على نفي الشيخ حسين النجاتي وترحيله إلى العاصمة اللبنانية بيروت. تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المضايقات المنهجية التي تعرض لها النجاتي من قبل أجهزة السلطة، وذلك على خلفية مواقفه المؤيدة لقيادات الممانعة خلال السنوات التي سبقت انطلاق ثورة البحرين في 14 من فبراير عام 2011. وقد عمد النظام إلى ممارسة ضغوط متواصلة لإجبار النجاتي على تقديم مواقف تجذب الحراك الثوري. وفي هذا السياق كان سحب جنسية النجاتي وآخرين من النشطاء. تجاوز الشيخ النجاتي مع عودته إلى البحرين إشكالية العلاقات الحزبية الموروثة، ولكنه نأى بنفسه عن الدخول في التموج السياسي الذي رسمته الجمعيات المعارضة، وفضل في البدء أن يمارس دورا رمزيا ضمن دائرة ما كان يعرف بالعلماء الكبار الذين يحظون بمكانة اجتماعية ومحترمية عامة نظير تاريخهم غير الموالي للنظام. مع بروز المجموعات الممانعة في الشارع، قدم النجاتي احتضانا عاما لها، وهو ما تبلور أكثر مع تشكل حركة حق بقيادة الأستاذ حسن مشيمع، حيث قدم النجاتي دعما مفتوحا للحركة، وذلك في سياق توافق النجاتي مع هوية الحركة التي رفضت الانخراط في قوانين النظام الحاكم التي قننت الاستبداد وأعطت غطاء قانونيا لقمع الممانعة وقواها. وقد صدر النجاتي مواقف أشبه ما تكون بالفتوى ضد تلك القوانين، ولا سيما قانون الجمعيات السياسية، إضافة إلى ترفعه عن دعم الانتخابات النيابية باعتبار أنها جاءت في إطار دستور غير شرعي. سرعان ما تثبتت أقدام الشيخ النجاتي في أوساط القوى الممانعة التي مهدت لولادة الثورة، وخاصة بعد ولادة تيار الوفاء الإسلامي. وكان واضحا بحسب المراقبين أن سلطات الحكم لن تترك النجاتي على حاله بسبب القوة الشرعية التي أمدها للحراك الثوري وبطرق كثيرة. ويقول نشطاء بأن ترحيل النجاتي القسري عن البلاد يأتي في إطار الاستهداف المباشر للثورة، إلا أنه استهداف غير مؤثر مع قدرة الثورة على تجاوز هذه السياسات.